وشكرا. بعد ما الأوضاع تحسنت في بداية الأسبوع وآخر أسبوع الفارط، بعد ما تقبلنا الثلوج والموجة الأخيرة في السدود وانخفض مستوى كل السدود والأودية، جاتنا الجبهة متاع جاتنا البارح في الليل اللي تعدات على الوطن القبلي ثم على بنزرت ومنها تعدات الجندوبة حاليا. والجبهة هذه أدت إلى أمطار كبيرة وغزيرة وخاصة في ولاية بنزرت، الشيء خلى سد جومين يرتفع مستواه إلى مستويات قياسية. حاليا داخل السد كميات كبيرة من الماء وقاعد نصرفوا فيها في أقل من الشهر نتاعها. بطبيعة الحال الماء الخارج من سد جومين مش يهبط في الواد، وبدا من الساعة السادسة بعد الظهر في في دخول إلى كل الأحياء في مدينة مطر. وحاليا ثم حتى أماكن فيها تقريبا 60 70 80 سنتي، ثم كما كنا نسمع توا ثم حتى المترو. أما الوضعية ما هيش مخطرة بالشكل اللي كان يحكوا به، لأنه ما ثماش علمنا كل الناس مسبقا باش تاخذ احتياطاتها، واللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث قائمه بدورها، وتم وضع مآوي لكل الناس اللي يرغبوا في الخروج وخاصه الاماكن المهدئه. هذا بالنسبه لجومين. الوضعيه حاليا مازالت مش قوة شويه، لا في الليل مازال السد قاعد في ارتفاع ومازال ما قاعد يجيب قوه المطر. نعم. طيب كما نشاهد يعني صور هناك يعني بعض الخسائر يعني الماديه، واتمنى ان لا تكون هناك خسائر بشريه. هل هناك مخاطر مرتقبة؟ يعني هل منسوب المياه سيصعد أكثر ربما مع وصول جريان المياه إلى هذه الأودية أو إلى هذه السدود؟ هو الوضع حاليا في سد جومين بدأ في الاستقرار، ومنسوب الماء المشوس للمطر ما هوش متجاوز الكميات، مش يفوت يوصل مستوى 70-80 سنتي على غرار موقع في سنة 2003. أما الاحتياط واجب، وخاصة اتباع التعليمات اللي تقدمها اللجنة الجهوية الموجودة حاليا في مدينة مطر، واجب على كل الناس باش نحمي رواحنا. ولحد الآن لم نسجل أي أضرار بشرية، ما عدا تقريبا ثم امرأة هزها الواد ما بين مطر وجومين اللي مازالت ماهيش ثابتة. طيب في هذه اللحظات نتابع التقرير لمدينة